مساء الخير. أنا اليوم نشارك مناشدة الصبح، وردت أتواصل السيد مقتدى وذكرت إنهم ماخذين تليفوني. أنا راح ضربوني ناس شنو أخذوا تليفوني، هسه خياطة 4 خياطات. اللي صار شنو، إنهم من نشرت المناشدة خلوا سيم كارت بغير جهاز، وفتحوا برامج كلها، وفتحوا السناب، وحذفوا المناشدة، وحضروا القنوات العدي القريبين من عندي، إضافة إلى أنه قاموا يهددوني بصوري، لأنه السناب يطلع كل الصور المحفوظة. زين، هسه هم حاليا قاعد يهددوني بصوري لأنه تليفوني يمهم. هاي أول شغلة. ثاني شغلة أريد أوضحها، أنا شفت الموت. هذا الشخص نفسه قلبني بالسيارة، هذا الشخص نفسه حرك سيارتي بالباب، هذا الشخص نفسه جاب 6 وفاتوا علي للبيت، هذا الشخص نفسه قبل أسبوعين برمضان لزم العامل ما تشاري سلاح ما مرخص ببابي، بابي خاتل. زين، أنا وصلت مرحلة رح أموت. أنا